الخبر الأخير، إزالة صحفيين من جروب واتساب بسبب انتقادات لوزير التجارة. رصدت الصحيفة أو الصحفية سعيدة بجريدة التيار إزالة عدد من الصحفيين من جروب واتساب وزارة الصناعة والتجارة بعد مطالبة عدد منهم بزيارة الوزير للأسواق وتفقد أحوال معاش الناس بدلا عن تفقد الأرشيف الصحفي لمناشط الوزارة وتعود التفاصيل. إلى أن مدير الإعلام بالوزارة عبدالله إبراهيم نقل بجروب صحفي تغطية أخبار الوزارة ونشر صور وخبر زيارة الوزير مدني عباس لقسم الأرشفة، وابتدر الصحفي النقاش مطالب الوزير بتفقد الأسواق بدلا عن ذلك. وزاد صحفي آخر بقوله: الشهور دي كلها يا دوب يزور الأرشيف وزير سلحفائي على حد قوله، مما جعل مدير الإعلام يقوم بإزالة المحرر، وتوالت بعده عمليات الحذف لكل من علق أو اعترض ليشمل مجموعة من الصحفيين والموظفين بالوزارة. يذكر أن الجروب هو الرسمي للتعامل بين مكتب الإعلام والصحافة، وقد أنشئ سابقا من قبل محررة أو صحفية، وتجري من خلاله الدعوة للمناشط وتلقي أخبار الوزارة للتعليق على الخبر. معنا الآن بالهاتف الصحفية سعدية صديق أحمد. مرحبا بك أستاذ سعدية، لو تسمعينا. ألو أستاذ سعدية، السلام عليكم. أستاذ سعدية هي واحدة من اللي تم حذفهم من الجروب اللي خاص بوزارة التجارة، لو تسمعينا. هايلين، رأي شنو في الحذف ده، ورأي شنو في يعني على حد قوله منه وزير صلح وفائي يدوب يزور الأرشفة والأسواق والحال واقف في البلاد؟ والله يا رويدة، أصلا فكرة الإزالة أنا ما بتفق معها، لأنه أفتكر أي شخص مفترض يكون عنده حرية التعبير، في ده رأي شخص، يعني مفترض أنت تعبر عن حاجاتك. أما الجروب بكل تواصل الناس على أساس أن المعلومات تصل، فالفكرة في الأساس خاطئة، وأنا أتمنى أنه سعدية ترجع لنا مرة ثانية عشان توضح لنا. هي الآن معنا. مساء الخير، أنا هايلين ومعك رويدة على الهاتف. سمعنا أستاذة سعدية؟ أستاذة سعدية، السلام عليكم أستاذة سعدية. يبدو أنه في مشكلة تقنية في التلفون. أستاذة سعدية السلام عليكم، مساء الخير عليك. يبدو إحنا يعني فقدنا الاتصال، لمشكلة تقنية. كنا عاوزين أنه هي تكون معنا حتى تحكي أنها كيف تمت إزالتها من الجروب، حتى هم بيقولوا أرائهم بكل صراحة وبكل شفافية وبكل صدق أنه يكون هي معنا الآن على الخط. أتوقع إنها معنا. مرحبا بك أستاذ سعدية. أستاذ سعدية مرحبا بك، السلام عليكم. هي مشكلة تقنية في المية، واضح جدا في تلفونها. هي ما سمعنا نحن الآن من الاستديو. أستاذ سعدية السلام عليكم. نعم، إذا نحن نشكرها إنها كانت في محاولة إنها تكون معنا حتى تحكي لنا عن هي واحدة من الذين تم إزالتهم من الجروب. ايضا خصوصا انه صحفي بيلعب دور الرقيب، وانه نعم. دوره مهم جدا، وحريه الصحافه ايضا مهم، واحنا داخلين على التغيير والسودان الجديد، واهميه والوعي الكبير باهميه الصحافه والصحفي ايضا في المجتمع. نعم، مهم جدا من قبل السياسيين والفنانين وكل المجتمع. صحيح، هو الصحفي يعني رويدة دائما بيتقصى الاخبار، وبتكون هي اخبار حقيقيه ولدقتها ربما ما بتكون مرضيه للطرف، عشان كده هي تمت ازالته. احنا حنحاول نتواصل مع استاذه سعديه من خلال بقيه 24 جيرات. كنترول هي معانا ولا حنطلع نشوف التقرير؟ استاذه سعديه مساء الخير عليكي، واحده من اهلا وسهلا، انت على الهواء مباشره، اهلا بك في برنامج 24 جيرات. انا هايلين ومعي زميلتي رويدة عبد الحفيظ. مساء الخير.